بقى، انا هقطعك حتت صغيره عشان ما تبهدلش الدنيا. ده شفت انا خايفه على الاوتيل بتاعك ازاي؟ بسم الله الله اكبر. ايه ده سلمى؟ صباح الخير. صباح الخير. واحنا اتجوزنا؟ احنا في صباحيه. صباحيه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ مش انت طول عمرك نفسك في صباحيه مختلفه؟ انا ما اقدرش ارفض لك طلب. بسم الله الله اكبر. ايه ده مجنون؟ هتعمل ايه؟ يا رب يا ساتر، والله وقعت يا حلاوتهم. دي سلمى. سلمى سلمى يا سلامه، اسمها حلاوتهم وهربانه من مستشفى المجانين. انا ما عملتش حاجه، هو اللي كان عايز يقتلني. امسكوها كويس. يا جودة. يا باشا. جايب الممرضين ولا العيال كبرت؟ اللي لقيتهم حضرتك. هنحاول نخليها تعترف على بقية المجانين اللي كانوا معاها في الأتوبيس. على الله بقى يا فندم، المجانين دول ما يطلعوش بنات. إيه؟ ما نفسكش في بنتين كده مجانين يجوا المنتجع هنا يا نمس؟ ها؟ لا طبعًا ما نفسيش، أنا بقيت بخاف من خيالي. بس الحمد لله إحنا جينا في الوقت المناسب. لو كنا اتأخرنا كنا جينا لقيناك كل حاجة لوحديها. الحمد لله. بس دي كيوت قوي. أنا ما كنتش متخيل إنها كده. إيه؟ اتخدعت فيها؟ أنا اللي اتخدعت فيك. أنا هبطل الشغلانة بسببك. مفيش في الغردقة غيرك. ليه يا فندم؟ أنا عملت إيه؟ أنا آسف، أنا تعبتك معايا الفترة اللي فاتت، بس متشكر جدا. لا شكر على واجب. جودت! باشا! خده. ثانية واحدة، ياخد مين؟ في حاجة غلط. غلط ليه؟ الساطور في إيدك وفي أوضة البنت. يعني شروع في قتل وتحرش. تحرش؟ آه. مش كنت في اوضتها بتعملوا ايه؟ جلسه كهربا. يا فندم دي هي اللي كانت هتموتني، الساطور كان معاها وانا خدته منها. بقول لك ايه، انا كنت فاكرك محترم فارس قنديل، طلعت للاسف حمد الوزير. لا 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 يا فندم، انا مش جودت. باشا خد استاذ حمدي. حمدي يا فندم. فندم انا اسمي فارس. شكرا يا سعيد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سعيد. بقول لك ايه، انت متاكد الكرافته العبيطه اللي انت ملبسها لي دي الناس مش بتضحك عليا كل شويه لما بيشوفوني بيها؟ عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجه قبل كده وجلت؟ ما هو ده اللي قلقني. يعني انت متاكد دلوقتي لما اخش على فريده تشوف الكرافته دي هتنبهر كده وتعجب بيا ونتجوز؟ طبعا، البنات اللي زي فريده بتحب الشكل المطرقع، لبس المجنون. بقول لك ايه، البس النضاره اللي انا جبتها لك. انت صح، هي اساسا مطرقعه واكيد تحب كمان الحاجات المطرقعه. ولا حمام مطرقع سعيد؟ ها طرقع سعيد؟ يا سلام بقى، لو الشورت المشجر اللي انا جبته لك كمان يبقى طقم حكايه. لا الطرقعه مش الدرجه ده سعيد، بس انا حاسس ان طرقع فعلا، بس مش شايف اي حاجه خالص يا سعيد. ها مش مهم تشوفها بعينيك، المهم تشوفها بقلبك باحساسك. اسالني انا. انت صح يا سعيد، مش مهم اشوفها بعينيا، المهم اشوفها باحساسي، اشوفها بقلبي وتحس ان انا مطرقع. انا بحبك يا سعيد، بحب فيك اللي انت ساعات كده ليك افكار بتبقى نيره يا سعيد. اه والله سعيد، انت ما بتردش عليا ليه سعيد؟ ده أنا هطرقع لك طرقعة يا سعيد، وأنا غلطان أصلاً لما أنا ألبس دي، أنا أستاهل اللي يجرى لي يا سعيد. فعلاً الحب بهدل. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم ما مصدق بقى فارس الشاب المهذب الجميل يترمي على برج الحجز من امبارح. مشكلة يا متر إن هو من امبارح ما بيردش على موبايله. إزاي هيرد على الموبايل يعني هو في التخشيبة؟ يا عم هو أنا شعرفني ورحت التخشيبة قبل كده. منها لله، منها لله، والله ما بتنزل لي من زور فريدة دي، مش هي اللي بلغت البوليس؟ ايه ده؟ مستر فارس جه؟ لا يا راجل. اه والله الحمد لله على السلامة يا فندم. يا اهلا يا اهلا، كفارة كفارة زينة الشباب، سجن الرجالة. عقبال العودة إن شاء الله. سعيد قصدي يعني ألف الحمد لله على السلامة. تقول إيه؟ غلاب يا سبحان الله يا أدهم، الدنيا ضيقة، نفس الزنزانة كنت قاعد فيها، نفس لا ادوني زنزانة تانية على البحر. لا كذاب، اللي نط ده اسمه شريف وكان عايش معاه في الزنزانة كده. البنت المجنونه دي ما رجعتش الاوتيل هنا تاني؟ هترجع ازاي بعد ما قبضوا عليها؟ يمكن هربت منهم. لا ما تخافش، حتى لو هربت من المستشفى مش هتقدر تهرب من هنا. ما تقلقش خالص مسيو فارس، المهم دلوقتي احنا نطلع نستحمى عشان ريحتك اللي تقرف. ايه ده؟ ايه الاسلوب الغريب ده؟ لا عيب، عيب والله العظيم، في احترام اكتر من كده. يلا يا سيدي اطلع استحمى عشان ما تعدناش، مش ناقصين قرف. هي البراغيث دي ايه اللي بيطلعها؟ لا سهل، انا هجيب لك امجد يحميك بالجاز ويمرشك بفرشه السجاد. يلا امجد يلا استلم. ايه ده؟ انت غلاب؟ ايه؟ شريف. شريف؟ شريف يا امجد. امجد ايه؟ قوم رش يا ابني، قوم قرش يا حبيبي. رش يا رش يا عدو، انت بتزغزغني يا حبيبي في ايه؟ الله قرش كويس، قرش كويس، قرش كويس.
ايه في ايه؟ سقعه يا اخي ما تخليني اعرف اكشف عليك، اهدى شويه. انا بهرش، تكشف ايه؟ انت استحميت كم مره من ساعه ما خرجت؟ سبع مرات. سبع مرات ولسه بتهرش؟ اصلك ما شفتش البراغيث اللي في الحجز، كل برغوت وبرغوت قد كده. بقول لك ايه، ممكن تبعد شويه؟ ابعد عني شويه لو سمحت. انت كده تعديت بمرض جلدي. مرض جلدي ازاي يعني؟ يعني جرب يا اخويا. جرب وبتقولها في وشي؟ يا مستر فارس انا الدك بتاعك، يعني لازم اصارحك بالحقيقه. تصارحني ايه؟ ده ناقص تقول لي ايامك في الدنيا معدوده. لا يا اخي. يا اخي ما دخلناش في الغيبيات دي بيد ربنا. انت مين بتعيش؟ مين بتموت؟ يا عم وانت دكتور ولا شيخ؟ ما تكتب لي مرهم ولا اكتب لي اي حاجه. يا كوتش فارس انا ممكن اكتب لك المرهم وفعلا هيريحك لمده شهر لمده شهرين، لكن للاسف الجرب هيرجع لك تاني ومتفشي في مناطق عديده. فرحان قوي ليه يعني؟ اهرشلي. لا ابعد عني، لانك انت للاسف هتتسجن تاني. هتسجن ليه؟ هو انت جاي تعالجني ولا تسجنني؟ اسمعني بس يا مستر فارس، انت لو فلتت من قضيه البنت المجنونه اللي كنت عاوز تقتلها مش هتفلت من قضيه الضرايب اللي ان شاء الله هتتسجن بسببها باذن الله. اطلع بره، اطلع بره فارس، اطلع بره. والله العظيم ازعل منك، انت مش دكتور اصلا. اطلع عند اهل الدكتور بجد. وايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ماله اللبس ده؟ لبسه واحد مريض مش دكتور. ما تقولش كده يا عم، قوم. اخص عليك يا فارس، وانا اللي جاي اساعدك. طب نصيحه اخيره بقى، على فكره انت محتاج محامي يكون قلبه قوي وما بيخافش من العدوى. اطلع بره يا مريض. غور من وشك، غور من وشك، والله العظيم غور من وشك. ميسيو شكرا يا عدوي يا عسل. ايه القرف ده؟ يالا في ايه؟ ايه القرف ده؟ لله الامر من قبل ومن بعد. راح على فين يا مولانا؟ على بيتنا، كفايه عطله لغايه كده. اديك يعني سيبنا اكمل المشوار ده لوحدي؟ انت كمان لم هدومك وتعالى معايا. لا 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 مش هيأس، لسه فاضل كتير قوي على مهله قنديل بيه. صاحبك مش هيعرف يلاقي عروسه في المهله دي. لا العروسه موجوده. مين؟ سلمى. سلمى المجنونه؟ الله، هو انت لامي ودنك معانا هذا على طول كده اهو؟ يلا روح شوف شغلك، يلا غرفه داهيه. انت فعلا هتجوزوا البنت المجنونه؟ وطي صوتك يا مولانا. هم مش رجعوا البنت يجوا مستشفى المجانين؟ لا هيعالجوها هتبقى زي الفل. هتتعالج ازاي قبل المهله ما تخلص؟ لا ما هو هيتجوزها الاول وبعد كده يعالجها براحته. هيتجوزها ازاي وهي في المستشفى؟ انت مش فاهم، الوصيه مش بتقول ان العروسه لازم تبقى عاقله. يعني هي مجنونه وهو جربان، هجوزه ازاي وهو جربان؟ لا ما انا عامل حسابي عشان تعرف بس ان انا بحبك. جوانتي. جوانتي؟ طب ما تخلي الجوانتي ده يجوزهم وانا هستناك هنا. سلام على افكارك يا مولانا. يلا مولانا يلا ما تتعبنيش، يلا حبيبي. لله الامر من قبل ومن بعد. عريس والله، والله عريس. راح فين ده؟ اهو كويس اللي لقيتك يا فارس. والله ايه ده؟ ايه اللي بيقع ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت شكلك اتربيت قوي. اوعى تقرب لي، الدكتور قال ان هقعد سنتين كده. سنتين؟ والله شكلك اتربيت بالعند فيا. يا عم انت عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي؟ شوف انا من اول ما شفتك حطيتك في دماغي، لكن والله صعبت عليا. ده انا كنت ناوي اروح لك الاسم. وتجيب لي عيش وحلاوه. ها؟ لا كنت هجيب لك كشف الضرايب اللي عليك. يا عم مش غلاب قال لك انا ما ينفعش ادفع اللي عليا غير لما اتجوز الاول؟ هي في عروسه رادها تتجوزك؟ طب همتك معايا بقى، شوف لي واحده. ان شاء الله، وانا اشتغلت خطبه من بعد الدور. إيه؟ صدق انت تشبه الخطبه. صدق والله عندك حق. وبعدين ما المصلحه واحده. صحيح المصلحه واحده. شوف انا عندي عروسه ابوها كان عليه ضرايب، اول ما عرف ان عليه ضرايب فلسع مات، هي انتحرت. دي تجوزها فين بقى؟ في الاخره؟ لا ما هي محاوله انتحار فاشله، وباذن الله هتنجح على ايدك. يعني يوم ما تجيب لي عروسه تجيبها لي نص ميته؟ ما نعمل ايه؟ هي في عروسه هترضى بواحد جربان زيك؟ بس بقى يا عم يا اخي بقى كفايه. يا نهار اسود. قرش لي قرش لي قرش لك ايه؟ انا عايز اللي يرش. اجوا من تعال عندي. اهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا، منوره الاوتيل كله. احنا في عيد يا فندم، والله في عيد. ميرسي. بعد اذن حضرتك ممكن تاخدي رقم موبايلي؟ ليه؟ يعني عشان لو مفيش تبس كاش تحوله لي رصيد. شكلك رغاي قوي. ما هو من غلبي. انت يا ابني انا مش قايل لك بلاش دعوه بالست ولا ايه؟ وانت عشان جايبها لنا يعني هتقطع عيشي؟ يلا خش في جرابك اقعد. يلا اتفضلي يا فندم. اتفضلي. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا عايز اقول لك يا فندم انت جايه احسن اوتيل في الغردقه تما. احنا الاوتيل الوحيد اللي في الغردقه اللي بيقدم البريكفاست اربع مرات. والله. ميرسي. ادم زبوم. مستر زهدي منورنا يا فندم. اهلا. ازي حضرتك؟ منورانا. لو سمحت عايزه اوضه على البحر. تمام يا فندم، احسن اوضه عندنا. استاذن حضرتك يا فندم في حجز مسبق؟ لا للاسف. ادهم ساعة
سوري مستر زوتي، اسف حضرتك بس فندم في اي دي. لازم دي بس انا اسف والله حضرتك منورنا يا فندم. ادهم سوري مستر زوتي، حضرتك هتقعدي معانا كام ليله؟ لسه مش عارف. ادهم ما فيش حاجه ده مستر زوتي. على رايك صحيح. صح. حضرتك لوحدك ولا معاك حد؟ لوحدي. ادهم ايه معاها حد؟ اكيد معاها الشنط. لا لا هي مش شنط منورانا. ميرسي. ليه كده يا ربي؟ ليه كل الستات اللي بتجيلنا بتبقى لوحدها؟ ليه؟ هو في حاجه؟ ما تاخديش في بالك، اعتبريها ماتريكس. ادهم خلصني. حصل يا مستر زهدي. ايه؟ موتي شويه. مالكش دعوه. مستر زهدي. ابوس ايدك. مشيها مشيها بسرعه، فارس لو شافها مش هيسيبها والله العظيم. ايه مشيها ازاي يعني؟ امشيها ازاي؟ انت لو تعرفي تزوقيها زوقيها. لو سمحت انا مستعجله جدا. تحت امرك يا فندم. ادهم يلا يلا. حاضر يا فندم. استاذ حضرتك بس هنملى البيانات دي. هتملاها في ايه؟ في الورقه. انا افتكرتك هتملاها في ازازه. لو قلتي لي هنا ده انا هملاها عشان ما تدلدقش مننا. برافو يا ادهم برافو. انا هملي بقى اللزاز مع كل الزباين. عليك بس كام سؤال. هل عندنا اي اضطرابات نفسيه يعني وساوس قهريه او كشري بليه؟ ايه يا ادهم في ايه؟ اي حاجه من الحاجات دي يا فندم؟ لا الحمد لله يا فندم، تبقى ان شاء الله مقضيه. منورانا يا فندم. اساسا بس حضرتك يا فندم في داون بيمنت ليله واحده. ادهم خلاص يا فندم، انا هدفعها من معايا من جيبي. برافو يا ادهم. طيب على فكره الاوتيل هنا اصلا ما فيهوش اساسا اوض فاضيه على البحر. الاوتيل اللي جنبنا بقى مليان. ادهم خلصني. ده كلام. بعد اذنك يا استاذ زهدي لحظه واحده، تبقى الهانم عندنا نقولها تروح الاوتيل اللي جنبنا. الله إيه الله رأيك؟ مش كده يا نبي؟ افندم. يا فندم لو ما فيش اوضه فاضيه احنا هنحجز لك سويت مخصوص. ميرسي ميرسي لحضرتك. من عينيا يا متر. يا سلام، ابجريد يا فندم، وبريكفاست كمان كومبليمون. سعيد وصل الهانم. يلا يلا نورانا يا فندم. نورانا. الله على ذوقك يا ادهم. الله يا فندم. اتفضلي يا هانم. نورتي نورتي جدع يا ادهم. حبيبي استاذ زهدي. عمر مين دي؟ مين؟ ابدا، انا عرفت ان صاحبك عايز يتجوز فجبت له حاجه كده نقاوه. قريبتك يعني؟ ها؟ قريبتك؟ هي شبه قريبتي، اقصد يعني شبه اختي. تقدر تقول يعني ان هي اختي، اعظمنت يعني. بسم الله ما شاء الله بسم الله، بس مع ان بينكم فرق، فالمهم تكون جاهزه للجواز. جاهزه طبعا، لو عايز تجربها جربها. اقصد يعني جاهزه طبعا، ولو عايز يقعد عليها دلوقتي هيقعد. يا مسهل، ادعي ادعي معايا يا رب. يا رب يا رب يا رب. افتكر انا ليا عموله. فندم؟ عموله. عموله طبعا، ضيفها على الضرايب على طول. ها؟ على الضرايب. انت ما بتسمعش ولا ايه؟ ما بسمعش ايه؟ انا مستغرب. لا ما تستغربش. ما تستغربش ازاي؟ عندي. امسك اقفش. يا اخي انت بتطلع لي منين؟ كويس ان لحقتك قبل ما تهرب. لا لا انت فهمتني غلط، انا ما كنتش هربان، انا بس قلت ابعد شويه احسن اعدي الاوتيل كله. على غلاب. انا بصراحه بقى كنت مزوغ من الضرايب. مزوغ رايح فينا فارس؟ لا ما انا ما ينفعش اقول لك عشان لما يتقبض عليك ما تضطرش تعترف لهم بمكاني. لا اطمن، ما انت مش محتاج تهرب من الضرايب، لقيت لك عروسه وهتتجوز وهتورث يا معلم. اوعى يكون من عنبر الحالات الخطر بتاعتك دي. خص عليك يا فارس. خد يا فارس دي سلافة ملكة جمال. يا سلام، لسه داخلة اوضتها حالا والحمد لله جاية لوحدها، يعني ملهاش راجل غيرك. يا بطل يا جامد. بس ليه سلافة؟ لا ده الكلام ده بقى عايز شرح طويل. ليه بقى؟ ليه سلافة؟ لأن أنا مش أبوها، يعني ممكن أبوها يسميها خشافة. هو حر، إحنا مالنا؟ أهم حاجة العروس عجبك ولا لأ؟ عجباني بس أنا يعني أنا زهقت بصراحة، زهقت. لا 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 بص يا فارس، احنا عايزين نخلص بقى فارس، اتجوز بقى فارس عشان تورث وتسدد ديونك ونخلص.